انا اول حاجه نبغي نقولها هو تنشكر هذا الجمهور كامل اللي جا ساندنا، صراحه عاوننا بزاف بزاف، ما يعرف ما غاديش نقدر نوصف لكم الاحساس ديالي اليوم. الحمد لله فرحتنا كبيره، اول مره كنتاهلوا لكوب دي موند، يعني طمحنا اننا نكتبوا التاريخ، والحمد لله اليوم ربي ما خيبناش. كنبغي نشكر كاع البنات اللي كانوا رجاله اليوم، من الكارديان حتى اللي كانوا في التخيبول، كلنا كنا طامحين وبغينا نفرحوا هذا الجمهور اللي كان كيسادنا كل ماتش. انا فرحتي ما نقدرش نعبر عليها، انا ما هامنيش ندي وومن اوف ذا ماتش، ما هامني بزاف اننا تكاليفينا وقدرنا نفرحوا كاع المغاربه، قدرنا نفرحوا والدينا اللي دائما كانوا على الاعصاب ديالهم معانا، كل مره كيدعوا معانا، وكانوا مساكن صراحه صيفطوا لنا فيديوهات اليوم اللي حفزونا بزاف وبكاونا، وكنا عازمين وخا نحطوا الدم ديالنا باش ان شاء الله ما نحطموهمش وما نخسروش اليوم، والحمد لله ونشكروا على هذه الفرحه هذه.